السلام عليكم ورحمة الله. تختلف الأعراض التي قد تظهر خلال الحمل من مرأة لأخرى، كما قد تختلف لدى المرأة الحامل نفسها من حمل لآخر، حيث قد تلاحظ المرأة بعض العلامات والأعراض حتى قبل إجراء اختبار الحمل، وسيظهر البعض الآخر من الأعراض بعد عدة أسابيع، حيث تتغير مستويات الهرمونات لديها، وتشمل أعراض الحمل ما يلي. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم علوم للعموم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. غياب الدورة الشهرية. إن غياب الدورة الشهرية هي أول أعراض الحمل، ومع ذلك لا يعني غياب الدورة الشهرية بالضرورة حدوث الحمل، وخاصة إذا كانت الدورة غير منتظمة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحالات الصحية المرضية التي يمكن أن تتسبب تأخر الدورة الشهرية. الصداع. يشيع الصداع في مراحل الحمل المبكر، ويكون ذلك عادة بسبب تغير مستويات الهرمونات في الجسم وزيادة حجم الدم. كثرة التبول. تبدأ المرأة الحامل تعاني من كثرة التبول في الأسبوع السادس أو الثامن تقريبا بعد الحمل، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون ناتجا عن عدوى المسالك البولية أو مرض سكري أو استخدام مدرات البول، إلا أنه من المرجح أن يحدث بسبب ارتفاع المستويات الهرمونية وازدياد حجم الدم. نزول بعض قطرات من الدم. قد تعاني بعض النساء من نزول نقط دموية نتيجة انغراس البويضة في الرحم، ويحدث الانغراس عادة بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإخصاب، ويمكن أن يشير النزيف أحيانا إلى مضاعفات الحمل الخطيرة مثل الإجهاض أو الحمل خارج الرحم أو المشيمة المنزاحة. لذلك تنصح المرأة دائما بالاتصال بطبيبها للإطمئنان. زيادة الوزن. يتوقع أن تكتسب المرأة ما بين 1 إلى 2 كيلوغرام في الأشهر القليلة الأولى من الحمل، ويصبح اكتساب الوزن الزائد أكثر وضوحا مع تقدم الحمل. ارتفاع ضغط الدم. قد يحدث ارتفاع ضغط الدم عند المرأة في بداية الحمل نتيجة العوامل التالية: زيادة الوزن أو السمنة، التدخين، وجود تاريخ سابق أو تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، حرقة في المعدة. تعمل الهرمونات التي يتم إفرازها أثناء الحمل أحيانا على إرخاء الصمام الموجود بين المعدة والمريء، وبالتالي يتسرب حمض المعدة عائدا إلى المريء مسببا الشعور بالحرقة. الإمساك. يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل المبكر إلى إبطاء حركة الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك قد تصاب المرأة الحامل بالإمساك. تقلصات البطن. قد تشعر المرأة الحامل بتقلصات وتشنجات في البطن نتيجة لتمدد عضلات الرحم وتوسعها، وتشبه هذه التقلصات تلك التي تشعر بها المرأة أثناء الدورة الشهرية. آلام الظهر. تشتكي معظم النساء الحوامل من آلام الظهر، والتي تعد من علامات الحمل، وذلك يحدث نتيجة تمركز الوزن الزائد في محيط الجذع، مما يسبب ضغطا على عضلات الظهر. فقر الدم. تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بفقر الدم الذي يسبب أعراضا مختلفة مثل الدوران والدوخة، وينتج عن فقر الدم في بعض الحالات ولادات مبكرة. لذلك تنصح المرأة بمتابعة فحوصات الدم الدورية خلال الحمل وتناول الفيتامينات المهمة لعلاج فقر الدم. الاكتئاب. تصاب بعض النساء الحوامل بالاكتئاب أثناء الحمل، حيث يمكن أن تكون التغيرات البيولوجية والعاطفية العديدة التي تواجهها المرأة أسبابا مساهمة في الإصابة بالاكتئاب. الأرق. يعتبر الأرق من الأعراض الشائعة للحمل المبكر، ويحدث ذلك بسبب الإجهاد
وعدم الراحة والتغيرات الهرمونية التي تتعرض لها الحامل، ويمكن معالجة الأرق من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وروتين يومي جيد للنوم وممارسة تمارين رياضية خفيفة. تغيرات في الثدي. تعد التغيرات التي تحدث في الثدي واحدة من أولى علامات الحمل الملحوظة، حيث قد تبدأ المرأة بالشعور بآلام وثقل وامتلاء في الثديين، كما قد تصبح الحلمات أكبر وأكثر حساسية، وتصبح الهالة المحيطة بالحلمات داكنة اللون. ظهور حب الشباب. تعاني العديد من النساء من حب الشباب في بداية الحمل بسبب زيادة هرمونات الأندروجين، حيث يمكن أن تجعل هذه الهرمونات بشرة الحامل أكثر دهنية، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام. وعادة ما يكون حب الشباب أثناء الحمل مؤقتا ويزول بعد الولادة. الغثيان والتقيؤ. التقيؤ هو أحد أعراض غثيان الصباح عند الحوامل، وهو أحد الأعراض الشائعة التي تشعر بها الحامل خلال الأربعة أشهر الأولى من الحمل، الثلث الأول. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو حدوث التغيرات الهرمونية. لا يمكن للمرأة أن تعتمد هذه الأعراض لمعرفة أنها حامل، فهي غير كافية للتأكيد حدوث الحمل، حيث قد تتعارض هذه الأعراض مع حالات أخرى مثل متلازمة ما قبل الحيض، وبالتالي يجب عليها إجراء فحص الحمل المنزلي وفحص الدم للكشف عن مستويات هرمون الحمل في دمها. تكون اختبارات الحمل المنزلية دقيقة بعد اليوم الأول من غياب الدورة الشهرية، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية في اختبار الحمل المنزلي فيجب على المرأة تحديد موعد مع طبيبها على الفور، حيث سيتم استخدام فحص الموجات فوق الصوتية لتأكيد الحمل وتاريخه. يتم تأكيد الحمل عن طريق قياس مستويات هرمون موجة الغدد التناسلية في الجسم، ويشار إليها أيضا باسم هرمون الحمل، ويتم إفراز هذا الهرمون عند انغراس البويضة في باطن الرحم، ومع ذلك قد لا يتم اكتشافه إلا بعد غياب الدورة الشهرية. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.